بسم الله وصباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة نادي الزمالك في كل مكان. حلقة جديدة من برنامجكم نهارك أبيض، حلقة يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، وإن شاء الله النهاردة يبقى نهار أبيض سعيد على كل زملكاوي في كل مكان. خلاص النهاردة الزمالك أو فريق نادي الزمالك هيقفل الملف المحلي وهيوجه كل تركيزه على حسم بطاقة التأهل الأولى لربع نهائي عن المجموعة الثانية من منافسات البطولة الكونفدرالية الأفريقية، اللي زي ما احنا عارفين بيحمل أبناء 100 عقبة لقبها في 2019. النهاردة الزمالك رايح أنجولا وعينه على حاجة واحدة بس، إن أنا خلاص مش هبص ورايا، مش هبكي على ماتش خسرته في الدوري ولا نقط وقعتها في الطريق المحلي. أنا هقفل على نفسي وهركز على هدفي الأهم اللي هو بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وهو التارجت والهدف المراد تحقيقه إن شاء الله هذا الموسم بالنسبة لفريق نادي الزمالك ولجماهير نادي الزمالك. حد هيقول لي ده معناه إن احنا خلاص كده رمينا فوت الدوري؟ لا طبعا، ولا رمينا فوت الدوري ولا أي حاجة. احنا يعني يدوب لعبنا 7 أو 8 ماتشات، يعني حضرتك لسه فاضل لنا 26 ماتش بحالهم ب 78 نقطة، لسه مشوار الدوري طويل جدا جدا. وزي ما انتم عارفين يعني اللي بيحقق لقب الدوري ده صاحب النفس الطويل كده زي ما بنقول. لكن النهارده ما ينفعش نفكر غير في ماتش ساجرادا الانجولي. بالنسبة لفريق ساجرادا الانجولي فهو فريق يعني بلغة الكرة كده فرقة رخمة، فرقة سخيفة على ملعبها. اتعادل معانا قبل كده من سنتين، وكان سبب يعني بالتعادل معانا اللي احنا كنا ساعتها ودعنا دوري ابطال افريقيا بشكل مبكر. فالنهارده الماتش هيكون بالنسبه لفريق نادي الزمالك بذكريات وتحديات كده، وعندنا طار كروي بالبلدي مع فريق ساجرادا الانجولي. وزي ما احنا حتى شفنا في المباراه اللي كانت في هنا في القاهره في مصر، الزمالك يعني ما نقدرش نقول انه قدم افضل مستوياته، لكن كسب بهدف وحيد اللي كانت من تسديدة أحمد سيد زيزو اللي خدعت حارس المرمى وبعدها سكنت شباك الحارس الأنجولي. لكن الزمالك يعني حقق المراد وحقق الهدف من هذه المباراة. وبعد كده دخلنا على مباراة النادي المصري في الدوري، ويعني الأداء تراجع برضو إلى حد ما، ومع سوء برضو التوفيق اللي احنا كلنا شفناه في المباراة خسرنا مباراة محلية أثرت شوية على معنويات الفريق بالنسبة أو بمقارنة بالمباريات اللي احنا كسبناها اللي كانت قبل مباراة النادي المصري. لكن النهاردة الكل مطالب بالرد، وهو بيلعب اللقاء على برضو ملعب مميز جدا، وهو ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، واحد يا جماعة من أفضل الملاعب الدولية، واللي استضاف نهائيات كأس الأمم الأفريقية أكيد كلنا فاكرين سنة 2010، واللي لعب عليه منتخبنا الوطني النهائي وكسبنا فيه المنتخب الغاني 1-0، وتوجنا في هذا الوقت بالنجمة السادسة والأخيرة اللي أكيد بنتمنى بإذن الله إنها ترجع تاني ونحقق تاني إن شاء الله اللقب بعد يعني أقل من شهرين من دلوقتي، اللي هتكون في العاصمة الإيفوارية أبيجان. يعني إن شاء الله أكيد بنتمنى ساعتها كل التوفيق وهنكون مساندين وداعمين لمنتخبنا الوطني. بالنسبة بقى كابتن معتمد جمال ومباراة النهاردة، فكابتن معتمد يعني واضح من تصريحاته اللي احنا بنتكلم فيها مع حضراتكم ان الراجل قال بوضوح للعيبة وللجهاز الفني كله ان الفوز وحسم التأهل ده شيء يعني ضروري. احنا عندنا 9 نقط في المجموعة وجايين انجولا عشان نحقق الفوز وعشان نتأهل لدور الثمانية، من غير بقى ما نبص لأي حسابات خاصة بفريق أبو سليم الليبي اللي على فكرة يعني متوقع النهاردة يكسب نادي سوار الغيني في الماتش اللي هيتلعب النهاردة الساعة 9 بالليل، هيكون بعد مباراة أو بعد ماتش نادي الزمالك في ملعب الحملاوي بمدينة قسنطينة في دولة الجزائر، عشان سوار زي ما احنا عارفين برضو ملعبه غير معتمد بالنسبة للكاف، فبالتالي المباراة هتعتبر هتتلعب في أرض محايدة ما بين الفريقين، فبالتالي برضو فرص الفريق الليبي هتكون فرص أوفر بكتير عشان فريق سوار الغيني هو أقل الفرق بصراحة مستويات في المجموعة. فبالتالي النهاردة فريق أبو سليم متوقع يوصل للنقطة 9 ويبقى متعادل مع نادي الزمالك في رصيد النقاط، عشان كده مهم جدا جدا المكسب يا رجالة النهاردة، أو على الأقل الخروج بنتيجة إيجابية.
وننتظر بعد كده مواجهة سوار هنا في مصر، هتكون الجولة الأخيرة. أنت ممكن توصل للنقطة رقم 13، وهيبقى باقي ليك بس حوالي 3 نقط بتوعك قصاد نادي أبو سليم الليبي في الجزائر في الجولة الخامسة. برضو عايزين نقول مش معنى إنك النهاردة الفوز أو التعادل بيعني تأهل الزمالك رسميا لدور الثمانية، مش معنى كده ان احنا ندخل المباراه بنوع من التهاون او بنوع من التراخي في ادائنا في المباراه. لا، لازم النهارده لعيبه نادي الزمالك تنزل من اول مباراه ضغط على فريق ساجرادا الانجولي، لازم ما نسيبش اي مساحات للفريق. هنلعب على ملعب مميز ان شاء الله، يعني مش هيأثر علينا الى حد كبير يعني، لكن ممكن عوامل الجو تأثر عليك، ممكن الحر شويه، ممكن الرطوبه شويه، لكن لعيبه نادي الزمالك كلها لعيبه خبرات، لعيبه دوليه، لعيبه كبيره، مرت يعني بمثل هذه الظروف قبل كده كتير. لكن النهارده زي ما انا بقول لازم ندخل المباراه من اول مباراه كده، يعني نبين العين الحمراء من اول الماتش، لازم نحاول ان احنا نسجل هدف مبكر. برده مش معناه ان احنا ننزل المباراه فاتحين خطوطنا، لا، نلعب بتوازن ما بين الهجوم والدفاع. برضه مش معنى كده ان احنا نلعب على الكونتر اتاك او نلعب على الهجمه المرتده. برضه فريق سجرادة فريق محترم وممكن يبقى شكله مختلف في ملعبه عن المباراه اللي لعبها معاه هنا في مصر، لكن مش معنى كده ان انت يعني تحترمه زياده عن اللزوم او تبقى متحفظ في ادائك زياده عن اللزوم. لا، انت تلعب بتوازن ما بين الدفاع والهجوم، ونحاول نستغل انصاف الفرص في المباراه زي ما بنقول، وعشان بعد كده ما نندمش على اي فرصه او اي كوره يعني ممكن لعيبه نادي الزمالك تهدرها في هذه المباراه. لكن احنا كلنا واثقين في اللعيبه، وكلنا عارفين اللعيبه لعيبه كبيره، لعيبه خبرات، وعارفين واكيد عارفين حجم المسؤوليه والمعلقه عليهم من قبل طبعا جماهير نادي الزمالك بشكل اجمع يعني. فاحنا باذن الله هنتاهل، ولكن مهم برضو قوي ان انت تتاهل في المركز الاول عشان تتجنب بعد كده مواجهة فريق أفريقي صعب زي ما احنا عارفين الفرق اللي معانا في المجموعة، سواء نهضة بركان أو الأفريقي التونسي أو اتحاد العاصمة الجزائرية، اللي غالبا هيشكلوا هم أضلاع المربع الذهبي، ويدخل معاهم فريقنا إن شاء الله هنا في مصر مودرن فيوتشر، اللي أكيد بنتمنى لهم يعني كل التوفيق، وكمان ريفرز يونايتد النيجيري فريق قوي برضو. الست فرق دول منهم أربعة مؤكد في السيمي فاينل، وبإذن الله نادي الزمالك هيكون معاهم ويوصل كمان للنهائي ويتوج ان شاء الله باذن الله بلقبه الثاني اللي هيرجعنا للساحه الافريقيه والقاريه مره ثانيه، ويخلينا نلعب على لقب السوبر. فبالتالي انت عندك فرصه ان انت تزود القابك الافريقيه وترجع ثاني اسم نادي الزمالك الكبير عشان يلمع مره اخرى على الساحة الأفريقية بشكل عام كما كان المعتاد خلال السنوات اللي فاتت. نادي الزمالك كل أفريقيا عارفاه، نادي الزمالك واحد من أكبر وأهم القلاع الرياضية والكروية في مصر والشرق الأوسط وفي قارة أفريقيا بشكل عام. فأكيد بنتمنى النهاردة إن شاء الله كل التوفيق لفريق نادي الزمالك، ويكون يوم سعيد على كل زملكاوي في كل مكان. يعني النهارده في فقره سهم وكوس هينورني ويشرفني المحلل الرياضي استاذ خالد الكيلاني عشان نتكلم معاه بقى النهارده عن وجهه نظره في المباراه ان شاء الله في الجزء الاخير من حلقتنا. ودلوقتي خلونا نستعرض معاكم كل الجديد على الساحه الرياضيه الزملكاويه وفقره ايه الخبر. في نهارك زملكاوي النهارده خلونا نروح مع حضراتكم للي حصل امبارح في مباراه الزمالك ومودرن فيوتشر في الجوله 16 في بطوله الجمهوريه لمواليد 2005. الدكتور وليد عبد الرحمن رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين في نادي الزمالك كشف تفاصيل الاصابات اللي تعرض ليها رباعي فريق 2005 اللي هو يوسف حماده وهشام فؤاد وعلي نوفل وانس وائل خلال مواجهه نادي فيوتشر. دكتور وليد عبد الرحمن قال ان يوسف حماده حارس مرمى فريق شباب 2005 تعرض لكدمه قويه في الراس ادت الى بلع اللسان وحدوث ارتجاج متوسط في المخ. واضاف دكتور هشام ان مدافع فريق 2005 تعرض برضه لكدمه قويه في الراس ادت الى برضه بلع اللسان وارتجاج في المخ وفقدان مؤقت للوعي.
لكن يعني الحمد لله دلوقتي هم يعني في حاله مستقره الى حد ما. وبرضه دكتور وليد عبد الرحمن قال ان الثنائي تم نقلهم مباشره لاحد المستشفيات القريبه من ملعب المباراه في حلوان لتلقي الاسعافات الاوليه بواسطه الجهاز الطبي، وخالد عمران ايضا اداري الفريق، وبعدها نقلوهم لمستشفى بمنطقه العجوزه عشان يكملوا العلاج هناك، وحاليا تحت الملاحظه لمده 24 ساعه والحمد لله حالتهم مستقره. اما علي نوفل الظهير الايمن للفريق، اللاعب تعرض لجرح قطعي عميق في الوجه وبالتحديد عند منطقه الحاجب نتيجه التحام قوي مع لاعب فيوتشر، وتم اجراء عمليه جراحيه ليه احتاجت خياطه 20 غرزه، وحالته برضو مطمئنه يعني الى حد ما في الوقت الحالي. كمان انس وائل الجناح الهجومي لفريق 2005 تعرض للاصابه في الركبه وما كملش مباراه فيوتشر، وتم عمل اشعه ليه اثبتت انها كدمه مش قويه وتحتاج فقط للتاهيل خلال الفتره اللي جايه. عايزين بقى اروح مع حضراتكم لتفاصيل هذه المباراه او الاحداث اللي جرت في المباراه وتفاصيل خاصه لينا هنا في نهارك ابيض، زي ما بقول لكم بخصوص اللي حصل في مباراه الفريق الابيض ضد مودرن فيوتشر في دوري الناشئين مواليد 2005. تفاصيل طويله بس عايز اقول لكم مهمه جدا جدا وصعبه جدا جدا في نفس الوقت بخصوص الاحداث وطبيعه الاصابات وحصلت ازاي كمان الاصابات. اول حاجه طاقم التحكيم للمباراه كان بيتكون من اسلام القماش حكم ساحه من منطقه بورسعيد، والثنائي المساعد هشام صبري وكارلوس نزيه من منطقه الفيوم. اول اصابه كانت قويه كانت للمدافع هشام فؤاد بعد تدخل قوي من لاعب فيوتشر، هشام فقد الوعي وتعرض لحالة بلع اللسان لبعض الدقايق، وكل اللي كان في الملعب كان في حالة صدمة كبيرة بسبب سقوط اللاعب بشكل مفاجئ. إداري الزمالك خالد عمران والجهاز الفني بقيادة كابتن محمد عبد الله راحوا لحكم المباراة وطلبوا منه أن اللاعب يخرج للمستشفى من خلال عربية الإسعاف، لكن المفاجأة أن الحكم رفض خروج سيارة الإسعاف من الملعب وهدد كمان بعدم استكمال المباراة لو ده حصل. ركز معايا لو سمحت في الكلام ده، انا عارف ان ممكن في ناس ما تستوعبش الكلام ده بس ده حصل. كمان علي نوفل تعرض للإصابة بعد تدخل برضه قوي من لاعب فيوتشر عليه برجله كده في راسه، خبطه برجله في راسه ونزل الجهاز الطبي عشان يتم إسعاف اللاعب اللي تعرض لقطع عميق في الحاجب، يعني استلزم كده حوالي 20 غرزة جراحية داخلية، يعني من جوه ومن بره داخلية وخارجية، مش جرح سطحي لا جرح عميق. الجهاز الطبي والفني للزمالك طلبوا من الحكم يطلعوا برضو اللاعب في عربية الإسعاف مع هشام فؤاد اللي هو كان متصاب قبليه اللي كان بيعاني من حالة في ارتجاج في المخ وبلع اللسان وبرضو ما غادرش الملعب، وبرضو الحكم أصر على الرفض بحجة ضرورة تواجد السيارة في الملعب. الحكم إسلام القماش، لازم الناس برضو يعني إيه اسمه إسلام القماش، هو اللي كان بيحكم امبارح المباراة، وزي ما حضراتكم شايفين كده يعني الصور والمشاهد معانا صعبة جدا بصراحة، واللعيبة يعني لسه هتكلم معاكم برضو في التفاصيل، فلكن زي ما حضراتكم شايفين كده من خلال المشاهد اللي بتعرض على الشاشة دلوقتي. بعد كده الحكم قال لهم هيسمح العربية تمشي مع اقتراب الماتش من نهايته، يعني اما الماتش كده يقرب ينتهي هخلي العربية تمشي، يعني الحكم حسسنا ان احنا كده كنا واقفين في كمين مثلا او واقفين في لجنة مثلا من لجنة المرور، يعني حاجة غريبة بصراحة. كمان بعد دقايق من إصابة علي نوفل الكرة وصلت ليوسف حمادة حارس المرمى ومسكها وبعد كده دخل معاه لاعب فيوتشر بكل قوة في راسه بشكل كان متعمد بالنسبه للناس كلها اللي كانت موجوده، عشان برضو الحارس يتعرض لحاله اغماء وفقدان الوعي واتصاب كمان بارتجاج في المخ ونزيف اسفل الراس، وبرضو كان في حاله من حالات بلع اللسان برضو بالنسبه للحارس. لكن عايز اقول لكم الحمد لله الجهاز الطبي عمله الاسعافات الاوليه بشكل سريع من موضوع بلع اللسان اللي هو يعتبر كان اخطر حاجه. بعد الاصابه دي أصر بقى الجهاز الفني والطبي نادي الزمالك إن عربية الإسعاف لازم تمشي بالثلاث لاعبين المصابين، وخرجت العربية من ملعب أسمنت حلوان
اللي كان مستضيف المباراه وراحت اقرب مستشفى بجانب الملعب. كمان الزمالك كان عمل جميع تبديلاته في الماتش وخلاص بقى يعني مفيش حارس، راح الجهاز الفني خلى المهاجم عمار ياسر يبقى في مركز حراسه المرمى من الدقيقه 78 وحتى نهايه المباراه، اللي الحكم برضو رغم كل اللي انا بقوله ده ادى 8 دقايق وقت بدل ضايع. وبعد كده الماتش انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وبعد كده المباراه راحت لضربات الترجيح وفقا للوائح مسابقات الناشئين في اتحاد الكوره، وكان حارس مرمى الزمالك هو المهاجم عمار ياسر. تخيل عزيزي المشاهد اللي بقول لك ده حصل امبارح. وفي اخر الماتش يعني بعد كل ده اكيد المتوقع ان الزمالك اكيد يخسر، مش بس يعني بسبب مثلا لو الزمالك اداؤه، لا بسبب الاحداث اللي حصلت دي. خسر الزمالك بنتيجه 5-4. عايزين نشكر الدكتور وليد عبد الرحمن رئيس الجهاز الطبي لقطاعات الناشئين في نادي الزمالك، وعايزين برضو نشكر دكتور ياسين طبيب الفريق، وخالد عمران اداري فريق نادي الزمالك، كل يعني الناس اللي كانت مرافقه لفريق نادي الزمالك واللي ما سابوش اللعيبه لحظه ولا في المباراه ولا بعد المباراه لحد ما اطمنوا عليهم في المستشفى. فيا جماعه يعني احنا بقى دلوقتي مالناش دعوه اللي احنا كنا بنلعب فيوتشر او بنلعب سين او صاد او عين. انا دلوقتي بتكلم عن حكم. حكم يعني المفروض عارف ان اهم حاجه سلامه اللاعب. ولا انا بتكلم غلط؟ معروف بالنسبه للرياضه بشكل عام في اي لعبه في الدنيا في العالم ان سلامه اللاعب دي اهم حاجه، وبعد كده نتيجه بقى بطوله اي حاجه مش مشكله بعد كده، لكن اهم حاجه سلامه اللاعب. فتخيل حضرتك ان الحكم في حالات قدامه، في حالات قدامه حالات صعبه من بلع لسان، من ارتجاج في المخ، من 20 غرزه يعني بشكل عميق في يعني الملعب كان اشبه يعني حلبه المصارعه ما بين اللعيبه. ووارد برضو بيبقى فيه اندفاع شباب في الماتش، بيبقى فيه حماس. فزي ما انا بقول لكم مش عايز حد ياخدنا في قصه اللي احنا بنتكلم عشان احنا كنا بنلعب فيوتشر، لا انا بتكلم في الحاجات اللي بقول لحضراتكم عليها، الحاجات اللي حصلت. والغريب كمان ان الحكم ما طلعش انذار، مش هقول لك ما طلعش كارت احمر، لا ما طلعش انذار. حاجه والله العظيم يعني الواحد يعني اللي ما كانش موجود في الماتش ممكن ما يصدقهاش. على فكره يا جماعه ان 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 يحصل ارتجاج في المخ او يحصل حاله من يعني بلع اللسان او الكلام ده، ده ما بيجيش غير اما يكون في تدخل قوي، ما بيجيش غير اما يكون في تدخل من لاعب. وده وارد برضه زي ما بقول لكم بيبقى في اندفاع شباب بحماس اللعيبه بتبقى في مباريات الناشئين بشكل كبير، فممكن ده يحصل. بس انت كحكم لازم تتدخل. هتتدخل امتى؟ وما يحصل كارثه؟ يا جماعه في الدوري الانجليزي الاسبوع اللي فات اللي في لعيب اتعرض لحاله من بلع اللسان، اللعيب فضل واقع حوالي 10 دقائق. اول ما العربيه دخلت واللعيب دخل عربيه الاسعاف والعربيه بتتحرك، الحكم لغى الماتش. ما ده اهم حاجه، اهم حاجه سلامه اللعيبه. ونفس الكلام حصل مع مشجع تقريبا في الدوري الاسباني، مشجع بقى مش هقول لك عنصر من عناصر اللعبه لعيب ولا جهاز فني ولا اي حد جوه المستطيل الاخضر ولا جوه الملعب، ده واحد مشجع برضو يعني تعب او حصل له برضو حاجه كبيره، الحكم لغى الماتش. فايه طيب؟ يعني عايزيننا نوصل لفين؟ الواحد بصراحه مش عايز يعني انا خرجت عن شو يعني مش عارف واحد يقول ايه بصراحه. وعايز اقول لكم ان مجلس الاداره والكابتن حسين السيد بيجهزوا في الوقت الحالي او خلاص بيجهزوا من امبارح ملف كامل مفصل بحالات اللعيبه والاشعه وكل حاجه جرت امبارح في المباراه ونتائج الاشعه ونتائج الاصابات اللي حصلت امبارح، وبيجهزوا هذا الملف عشان يتقدموا بشكوى رسميه لاتحاد الكره المصري اللي لازم يبقى ليه موقف. يا جماعه احنا بنعد اجيال، بنحضر لعيبه ناشئين، يعني اهم حاجه الناشئين. مش يعني خلاص الدوري الناس كلها بتبقى بتتفرج على الشاشات على التلفزيون شايفه كل حاجه، لكن الناشئين دول فين؟ حق سلامتهم علينا فين؟ مفيش انسانيات؟
طب يا حكم، انت حضرتك مش عايز تدي انذار ولا تدي اي حاجه، وشايف ان التدخل، هقول لك تدخلات طبيعيه، تدخلات طبيعيه ماشي من وجهه نظرك، فين انسانيتك انت كحكم؟ شايف واحد غرقان في دمه في الارض، والتاني بلع لسانه، والتاني برضه بلع لسانه، في ايه يا جماعه؟ مش كده يعني، لازم يبقى في وقفه من اتحاد الكوره، لازم، مش عشان لعيبه نادي الزمالك، عشان ده ما يتكررش بعد كده في اي مباراه تخص قطاع الناشئين في اي، مع اي نادي ولا مع اي فريق في اي ملعب. يعني ايه يعني الحكم مش عايز يعني امشي العربيه من الوقت اما الماتش يقرب يخلص؟ هو في كده يا جماعه؟ والله الواحد بيشوف العجب، والله في يعني كل شويه بيشوف حاجات جديده وحاجات غريبه بتحصل ملهاش تفسير ولا ليها اي حاجه. يعني لا تعليق بصراحه، لا تعليق، واحنا ان شاء الله منتظرين الشكوى اللي هيقدمها نادي الزمالك لاتحاد الكوره، ومنتظرين رد فعل سريع من كل مسؤول داخل اتحاد الكوره المصري، واكيد بنتمنى ان شاء الله كل السلامات للاعيبه نادي الزمالك 2005 اللي هم بالمناسبه فيهم 10 لعيبه او 8 لعيبه موجودين من قوام المنتخب الوطني اللي مع الكابتن وائل رياض شيتوس. سامحوني لو انفعلت شويه، بس بصراحه يعني اللي كان موجود في المباراه امبارح كان ممكن يعمل كارثه بسبب الاحداث والحاجات اللي شافها في المباراه. خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي لاخبار الفريق الاول ان شاء الله اللي بيستعد النهارده لمباراه مهمه. المسؤولين في نادي ساجرادا الانجولي وافقوا على فتح مدرج كامل لجماهير الزمالك والجاليه المصريه اللي موجوده في انجولا في استاد 11 نوفمبر في مباراه الفريقين المقرر ليها ان شاء الله النهارده الساعه 6 مساء في الجوله الرابعه لدور المجموعات لبطوله كاس الكونفدراليه الافريقيه. الاتفاق تم خلال الاجتماع الفني على فتح مدرج كامل لجماهير نادي الزمالك بالمجان لحضور المباراة، وده بعد المسؤولين عندنا وافقوا قبل كده انهم يدوا النادي الانجولي حوالي 200 دعوة في المباراة اللي فاتت اللي كانت ما بيننا وبين نادي ساجرادا الانجولي في ملعب السلام في القاهرة. كمان طمن الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على بعثة الفريق قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي النهاردة، والكابتن حسين تواصل مع رامي نصوحي عضو المجلس ورئيس البعثة عشان يطمن على الفريق قبل المواجهة المهمة النهاردة أمام ساجرادا الأنجولي. كمان كابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عمل جلسة مع اللعيبة خلال الساعات اللي فاتت بحضور طبعا كابتن معتمد جمال المدير الفني وكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة، واتكلم كابتن احمد سليمان مع اللعيبه عن اهميه مباراه ساجرادا وضروره تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط عشان نضمن التاهل الى دور الثمانيه لبطوله الكونفدراليه. كمان الكابتن احمد سليمان اكد في كلامه مع اللاعبين على ضروره اسعاد الملايين من جماهير نادي الزمالك اللي بتنتظر تحقيق الفريق للفوز من اجل مواصله المشوار في البطوله. كمان قال لهم انهم لازم يظهروا بالشكل اللي يليق باسم وتاريخ وسمعه نادينا العظيم نادي الزمالك. كمان المران الختامي للفريق في انجولا كان فيه تركيز على حاجات فنيه خاصه عشان ماتش النهارده امام نادي ساجرادا. التركيز كان على التمرير في مساحات صغيره، كمان التحرك بدون كره من اجل تجهيز اللاعبين بالشكل الامثل لمباراه بطل انجولا. كمان منح الكابتن معتمد جمال المدير الفني للفريق يوسف اوباما لاعب الفريق تعليمات فنيه خاصه بخصوص عمل الزياده الهجوميه والضغط على مدافعي الفريق المنافس في حال فقدان الكره، وكان ليه تعليمات يعني مع اكتر من لعيب خلال المران الختامي لفريق نادي الزمالك. في المران الختامي كان في تقسيمه فنيه قويه استعدادا لمواجهه ساجرادا الانجولي. التقسيمه كان التركيز فيها على تنفيذ الجمل الفنيه والخططيه اللي ان شاء الله تحصل النهارده في مباراه ساجرادا، وكان في تعليمات متواصله من الكابتن معتمد جمال خلال التقسيمه بين اللاعبين في المران الختامي.
وبكده خلصت اخبارنا الزملكاويه اخيرا. ان شاء الله النهارده باذن الله بنتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك، يرجع لنا ببطاقه التاهل لدور الثمانيه في بطوله كاس الكونفدراليه الافريقيه من خلال مسانده جماهير نادي الزمالك العظيمه اللي هتكون موجوده هناك في ملعب المباراه، وجماهير نادي الزمالك العظيمه اللي موجوده في مصر وموجوده في الوطن العربي كله. دائما وابدا جمهور نادي الزمالك هو في ظهر نادي الزمالك. برحب بحضراتكم مرة تانية. خلونا قبل ما نبدأ النهاردة جولتنا العالمية، زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم في الأحداث اللي حصلت امبارح في مباراة شباب 2005 نادي الزمالك، خلوني نطمن، لازم نطمن أكيد على لعيبتنا بالنسبة للإصابات اللي يعني حصلت لهم امبارح. فأنا دلوقتي معايا على التليفون هشام فؤاد لاعب نادي الزمالك لمواليد 2005. يا هشام صباح الفل، وفي الأول يا هشام طمني وطمن جمهور نادي الزمالك كله عليك. طبعا النور كابتن خالد، الحمد لله تمام والله، احسن بكتير من امبارح الحمد لله. والله يعني مش عارف الواحد يعني كان امبارح يعني في صدمه، بس الحمد لله يعني ان اتحلت. اهم حاجه اللي احنا نتعافى بس ونرجع احسن من الاول. وحابب بس اشكر كباتن طبعا اللي وقفوا جنبنا امبارح، والله ما سابوناش في حالنا وضهرنا. نادي الزمالك، نادي الزمالك دايما في ظهرنا والله. امبارح ما حدش سابنا لحد الساعه 5 الفجر يعتبر والله. هشام ايه اللي حصل امبارح في المباراه يا هشام؟ والله العظيم انا مش فاكر، يعني مش فاكر حاجه عن اللي حصل بالظبط، بس ان انا افتكرته لما جيت هنا المستشفى. يعني الناس بتحكي لي يعني ان انا كنت بشترك مع لاعب وكده، فزقني فوقعت على الارض وكده، اتخبطت في دماغي. فالخبطه جت على يعني وقعت على ظهري ودماغي رجت في الارض، فبيقولوا ان انا بلعت لساني وفقدت الوعي يعني خالص. كان تدخل كان تدخل قوي يا هشام يعني، مش كان تدخل قوي عليا وكده، بس كانت زقه يعني زقه مقصوده طبعا. مش تدخل على الكوره يعني يا هشام؟ لا لا، انا كنت انا حطيت جسم على اللاعب اصلا اللي انا فاكره، وبعدها ما افتكرتش حاجه تاني بقى. يعني دي اخر حاجه انا فاكرها يعني من الناس اللي بتحكي لي اصلا كمان. فوقعت على دماغي، الوقعه على دماغي اثرت عليا جامد. طبعا طبعا يا هشام، انا يعني بقول لك الحمد لله على السلامه يا حبيبي، وانا مش عايز اطول عليك، لكن كان مهم جدا ان احنا نطمن عليك ونطمن لسه برضه نطمن على زمايلك كلهم. اكيد معانا يوسف حارس الفريق، فانا بشكرك جدا يا هشام، وان شاء الله يا هشام ترجع احسن من الاول باذن الله. دلوقتي معايا يوسف حارس مرمى الفريق. يا يوسف صباح الفل، وطمني عليك يا يوسف. اهلا يا كابتن، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك يا يوسف، وطمني عليك يا يوسف، اخبارك ايه دلوقتي؟ والله انا الحمد لله دلوقتي احسن من الاول بكتير. كنت يعني شبه فقد الوعي مؤقت، والحمد لله دلوقتي يعني حالتي مستقره، وان شاء الله يعني ممكن اخلص يعني علاجي ان شاء الله النهارده باذن الله اخر اليوم. يوسف يعني برضو كنت زي ما بسال او سالت هشام، يعني ايه اللي حصل يا يوسف امبارح في المباراه؟ والله انا اخر يعني انا ما يعني ما مش فاكر طبعا اللي حصل، بس اتحكى لي ان انا كان في كوره اتلعبت بالعرض، وانا طلعت مسكت الكوره وهو راح يعني المهاجم بتاعهم شد دماغي انا. وشاطها يعني بيقول لي يعني اكيد مقصوده، لان يعني انت كنت خلاص الكوره في ايدك، وبعد كده هو دخل فيك انت. بعد كده كمل في دماغي يعني، طبعا كلها نصها وارد وبس. وبعدين فقدت الوعي وبلعت لساني وما حسيتش بأي حاجة لغاية دلوقتي. يوسف ألف سلامة عليك. أنتوا بالنسبة لنا يعني دايما لعيبة الشباب نادي الزمالك أو قطاع ناشئين نادي الزمالك هو الكنز الحقيقي لنادي الزمالك والفريق نادي الزمالك، وأنا عارف إن أنتوا كلكم أكيد حلمكم الأول والأخير إن أنتوا تبقوا موجودين في نادي الزمالك من خلال الفريق الأول إن شاء الله بإذن الله يعني يا يوسف. وأنا مش عايز أطول عليك، لكن يا يوسف يعني ان شاء الله ترجع احسن من الاول، وبقول لك الف سلامه، وان شاء الله باذن الله ترجع يعني سالم غانم ان شاء الله من كل حاجه مع فريقك خلال الفتره اللي جايه باذن الله. معايا برضو دلوقتي مداخله برضو من علي نوفل، برضو اللعيب برضو اللي اتصاب في المباراه، الظهير الايمن لفريق 2005 اللي خد 20 غرزه في راسه، كانت يعني بشكل غريب وبشكل بشع يعني في المباراة. يا علي صباح الفل عليك، وبرضه في البداية طمني عليك، كل جماهير نادي الزمالك من امبارح
عايز اطمن عليكم. الفول لحضرتك، انا بحب اطمن كل الجماهير وكل الناس اللي كانوا معانا امبارح. انا كويس الحمد لله، بس هو الموضوع امبارح كان صعب شويه. الماتش امبارح ذات نفسه يعني كان ماتش مش طبيعي، يعني غير الاصابات كلها اللي حصلت في الماتش، غير تقريبا انا داخل في 20 غرزه بحجم كله، وفقدت الوعي بعد ما حصل الموضوع اللي هو واحد دخل بالجزمه بتاعه في وشي، وشي كله طلع دم ساعتها، فانا ما كنتش فاكر اي حاجه لغايه ما الجهاز وداني المستشفى. ساعتها رحت اتفيضت، والحمد لله انا بخير دلوقتي، بطمن النادي كله والجماهير كلها انا كويس الحمد لله. وانت برضو نزلت مكان، يعني انت كنت نزلت تغييره مكان محمد ابراهيم برضو اللي اتصاب في المباراه في بدايه الشوط الثاني وخرج. محمد ابراهيم برضو هو اتصاب في دماغه برضو، هو اتصاب وحس انه دايخ، انا نزلت مكانه، وانا على طول هشام قبليها اتصاب برضو، وبعديها يوسف اتصاب وانس اتصاب وزياد محمد اتصاب. مش عارف امبارح ما اعتبرش كان ماتش يعني. طب علي، كان يعني بعد التدخلات دي حتى انت كنت شايفها قبل ما تنزل وانت قاعد بره على دكه البدلاء، كان ايه رد فعل الحكم؟ الحكم ما حسبش حاجه، الحكم ما طلعش انذار ولا يعني هشام. يعني الحمد لله الحمد لله ان هو معانا دلوقتي. هشام بجد امبارح كان هيحصل له حاجه، هو امبارح لغايه المستشفى هشام اصلا ما كانش مستوعب احنا مين ولا احنا فين اصلا. يوسف هو كان مستوعب شويه بس هو لسه يعني كان معانا، هو لسه كان معانا دلوقتي علي، وصوته وهو اصلا مش فاكر حاجه، يعني هو بيقول لي الناس حكيت لي، تخيل يعني. احنا امبارح يعني الجهاز كله هم راحوا لهم المستشفى وخلصوا معاهم وقولي تقريبا احنا لغايه الفجر كلنا مع بعض وكلنا عايزين نطمن على بالزبط. على هشام اكتر واحد، عشان هو هشام ما كانش مستوعب يعني. بالظبط بالظبط. هل يعني المباراه يعني المباراه كانت مصريه مثلا؟ المباراه ما اعرفش، هي المفروض مباراه زي مباراه ثلاث يعني ثلاث نقط، احنا رايحين ناخد ثلاث نقط ونمشي، لكن هو مش معقوله يعني اثنين يبلعوا لسانهم. وانا كله برضو يوسف او علي انت اكيد عارف لو كان في تدخل من الحكم مع اول تدخل قوي او اي تدخل كان فيه عنف غير مبرر او زي ما انت بتقول بتبقى حاجات مقصوده، لو كان الحكم ليه رد فعل ايجابي ما كانش المباراه كانت ممكن تستمر كده. هو المفروض هو هشام، اصل هو هشام اما وقع المفروض هو يدى فاول، المفروض الفاول ده يعني يطلع طرد مثلا. لا يطلع انذار. بالظبط بالظبط بالظبط. حتى يوسف يعني يوسف ده يعني يوسف دي ما حصلتوش من حاجه، يوسف ده وش وارد يعني، يوسف ده وش كله وارد. بالظبط. حتى انا تقريبا انا اللاين مان كان جنبي وشاف الولد، هو تقريبا عدى على وشي بالجزمه، المفروض دي طرد مثلا. الحكم حتى اللاين مان برضو ما كانش ليه اي قرار مع الحكم، محدش اتكلم، محدش اتكلم في الحكام يعني. حتى اللاين بالزبط. مان قال ده امتحان ماتش، امتحان ماتش ايه ده، احنا الاثنين كانوا هيموتوا، يوسف وهشام كانوا هيموتوا بجد. علي يعني انا بصراحه عارف يعني احنا مش لاقيين كلام بصراحه ولا نعبر بيه ولا كلام نقوله، بس احنا طبعا اهم حاجه عندنا سلامتكم. زي ما انا قلت لزمايلك، انتوا المواهب، انتوا الكنز نادي الزمالك والكنز الفريق الاول، لكن احنا يعني اول حاجه واخر حاجه هي سلامتكم عندنا. احنا بنقول لك الف سلامه انت وكل زمايلك ومجلس الاداره مع الكابتن حسين السيد، اتحركوا خلاص وهيقدموا شكوى عشان يبقى نادي الزمالك ليه موقف، وعشان ان شاء الله نجيب حقكم من الحاجات اللي حصلت في المباراه لحفظ حقوق اللاعبين وحفظ حقوقكم وحفظ حقوق اي حد تاني زي ما انا قلت، يعني سواء في نادي الزمالك او خارج نادي الزمالك. فيا علي انا بقول لك الف مليون سلامه عليك، وان شاء الله ترجع برضو يعني سالم غانم معافى ان شاء الله من كل حاجه مع فريقك خلال الفتره اللي جايه. بشكرك جدا يا علي. يعني مشاهدينا زي ما حضراتكم سمعتوا كده، يعني اللعيبه في حاله لا يرثى لها زي ما بنقول كده، وفي لعيبه مش فاكره حاجه ولعيب صوته يعني بيتكلم بالعافيه، وزي ما احنا سمعنا علي بيقول لك حتى اللاين مان ما كانش ليه اي موقف، يعني حتى لو قلنا حكم الساحه ما خدش باله، حكم الساحه ما شافهاش بشكل كويس، لا بيقول لك اللاين مان يعني شاف اللعيب وهو بيعدي على وشي بالجزمه وهو واقف جنبي، وبرده او بالحذاء يعني، وبرده ما كانش ليه اي قرار ولا كان ليه اي رد فعل. لكن زي ما قلت لكم احنا منتظرين
يعني بإذن الله قرار من اتحاد الكرة المصري يعني من خلال هذه الأحداث اللي حصلت، عشان إن شاء الله ما نشوفهاش تاني تتكرر في ملاعبنا ولا في قطاع الناشئين ولا في ملاعب الدوري العام المصري الممتاز. لكن ألف مليون سلامة على كل لاعبي نادي الزمالك، وإن شاء الله يرجعوا في أحسن صحة وأحسن حال مع فريقهم خلال الفترة اللي جاية. دلوقتي خلونا نظبط ساعتنا مع بعض ونروح نتعرف على أبرز مواعيد مباريات اليوم. اهلا بحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة نبض 100 عوبة. خلونا نروح لزميلنا المتألق دائما من انجولا مراد ابو جلال عشان يقول لنا اخر الاستعدادات وكل الجديد مع بعثة فريق نادي الزمالك. يا مراد نهارك ابيض وصباح الفل. صباح الفل عليك زميلي العزيز والمتألق دائما وابدا خالد غانم سلطان، صباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة الزمالك في كل مكان. يوم جديد من هنا من فندق إقامة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، واللي بالتأكيد يا خالد بيستعد اليوم لملاقاة نادي ساجرادا إسبرانزا الأنجولي في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. بتأكيد يا خالد هبدأ معاك رسالتنا الصباحية بأخبار اليوم، واللي بدأت بأمطار الخير، أمطار غزيرة جدا يا خالد بتهطل هنا على العاصمة الأنجولية لواندا، يمكن منذ صباح الباكر أمطار غزيرة جدا بيصاحبها كده ارتفاع كبير في درجة الحرارة. يمكن يا خالد الجو عامل ميكس كده بين أمطار وبين رطوبة عالية وارتفاع في درجة الحرارة، وكما كان متوقع أن يكون يوم المباراة في أمطار غزيرة يا خالد. يمكن حتى اللحظة اللي بكلمك فيها دي ما زالت الأمطار تهطل بقوة على العاصمة الأنجولية لواندا. يمكن لو هكلمك على بداية اليوم النهاردة، يمكن اللاعبين تناولوا وجبة الإفطار منذ حوالي نصف ساعة، كانت وجبة الإفطار النهاردة إجبارية. أيضا من المنتظر أن تكون وجبة الغداء الساعة 12 ظهرا على أن يتحرك الفريق إن شاء الله إلى ملعب المباراة، ملعب 11 نوفمبر الساعة 1 ظهرا هنا بتوقيت أنجولا. يمكن بيبتعد ملعب اللقاء يا خالد عن فندق الإقامة اللي موجودين فيه حوالي 35 دقيقة من هنا من فندق الإقامة لملعب 11 نوفمبر اللي بيستعد طبعا لاستقبال مباراة الزمالك وساجرادا إسبرانزا الأنجولي، واللي طبعا احتضن امبارح مباراة الترجي الرياضي التونسي وبترو أتلتيكو الأنجولي، واللي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في دوري أبطال أفريقيا. يمكن أيضا لو هكلمك عن حالة اللاعبين اللي شاهدناها في مران أمس، المران الختامي اللي أقيم على ملعب نادي انتر كلاب الأنجولي، واللي يمكن المران بدأ الساعة 5 مساء بتوقيت أنجولا. بدأ المران كده بطبعا فقرة ترفيهية بين اللاعبين لخروج اللاعبين من الضغط والتركيز العالي اللي مركزينه في المباراة. بعدها طبعا يا خالد كان في تمرينة تكتيكية كانت على ضوءها يتحدد ملامح تشكيل نادي الزمالك النهارده، واللي عايز اطمنك ان حالة جميع اللاعبين اكثر من ممتازة يا خالد. يمكن ايضا اثناء المران قامت السفيرة نيفين الحسيني سفير جمهورية مصر العربية هنا في انجولا بزيارة مران الفريق الختامي،
والتقطت صور تذكاريه مع سياده اللواء احمد سليمان والاستاذ احمد خالد حسنين والاستاذ رامي نصوحي اعضاء مجلس الاداره، بالاضافه ايضا لاعضاء الجهاز الفني والاداري والطبي ولاعبي فريق نادي الزمالك اللي طبعا التقطت معاهم الصور التذكاريه، واكدت ان هي هتكون حاضره مباراه اليوم من الملعب الرئيسي ملعب 11 نوفمبر اللي هيحتضن اللقاء. يمكن يا خالد ايضا اللاعبين بعد المران كده جم تناولوا وجبه العشاء، وكل لاعب بقى طلع غرفته علشان خاطر ياخد قسط كافي من الراحه والنوم. يمكن دايما الدكتور محمد اسامه رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك على اجتماعات دائمه مع شيف الفريق الشيف شريف علشان يحطوا دايما الوجبات والسعرات الحراريه المطلوبه للاعبين. طبعا زي ما انت عارف يا خالد ان اللاعبين دايما بيبقى ليهم طعام خاص يوم المباراه عشان خاطر طبعا عدم التعرض للاجهاد وان هم يكونوا في افضل حاله بدنيه. ايضا عايز اقرر يا خالد على الدور الكبير اللي بيقوم بيه اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك المتواجدين هنا في بعثه الفريق، اللواء احمد سليمان، استاذ احمد خالد حسنين، استاذ رامي نصوحي. حقيقه يا خالد ثكنه عسكريه، يمكن المعسكر ناجح بدرجه يمكن فوق ال 100%، مفيش اي خروج خارج المعسكر الا للتدريبات، وهي العوده مره اخرى لتناول الغداء والطلوع طبعا لغرف اللعيبه. مفيش اي لعيب بيخرج خارج الفندق خالص، التزام كبير جدا في المعسكر، حاله حب وود وتفاهم بين اللاعبين واعضاء مجلس اداره نادي الزمالك. دايما سياده اللواء احمد سليمان حريص دايما بالالتقاء بالجهاز الفني والاداري واللاعبين، وايضا معاه استاذ احمد خالد حسنين والاستاذ رامي نصوحي، يمكن الشباب النشط جدا واللي يمكن عاملين حاله كبيره جدا مع سياده اللواء احمد سليمان، الخبره الكبيره اللي في مجلس اداره نادي الزمالك واللي يمكن فعلا اتكلم ان المكان او الملعب 11 نوفمبر يا خالد. طبعا كابتن احمد سليمان عاش اللحظات الجميله فيه بحصول منتخبنا الوطني المصري على بطوله كاس الامم الافريقيه عام 2010، وكان وقتها طبعا مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني المصري، وان شاء الله يكون الملعب النهارده وشه حلو على اللاعبين وعلى الزمالك، ونعود بانتصار غالي يؤمن صعود نادي الزمالك ان شاء الله للدور المقبل من بطوله كاس الكونفدراليه الافريقيه. طبعا برضو عايز اطمنك على حاله نجوم الفريق، كابتن احمد سيد زيزو وكابتن عمر جابر، واللي كان طبعا اتصابوا في مباراه مصر الاخيره في الدوري، ولكن ظهروا في التمرين امس وتمرين اول امس بحاله طبيه لائقه جدا وحاله بدنيه، يعني ما شاء الله باذن الله اللاعبين جاهزين باذن الله لخوض مباراه اليوم. ايضا كابتن الفريق كابتن محمود عبد الرازق شيكابالا دايما يمكن كده خالد زي ما انت عارف طبعا روحه فكاهيه مع اللعيبه، دايما بيطلع اللعيبه من الضغوط، دايما عنده الحرص ان هو يجتمع مع اللعيبه، طبعا اللعيبه اللي منضمين للمعسكر حديثا، اللعيبه الشباب زي معاذ على حارس المرمى، طبعا بيتكلموا دايما في بينقل خبرته ليهم، وبيتكلموا في الامور الفنيه دايما وبينقل خبرته الكبيره جدا للاعبين الشباب، وده دور كابتن شيكابالا ودور كابتن عمر جابر وكابتن عبد الشافي، طبعا اللاعبين كباتن الفريق وقاده الفريق الكبار. يمكن ان شاء الله باذن الله يا خالد زي ما قلت لك هنتحرك الساعه 1 ظهرا بيننا وبين الملعب حوالي 35 دقيقه. كابتن معتمد جمال طبعا اول ما نوصل للملعب هيتكلم او هيعيد الكلام في الكلام او المحاضره الفنيه اللي اتكلم فيها ليله امس مع اللاعبين وحط نقاط القوه والضعف، يمكن وكان ليه كده تحذير من العنف الزائد من لاعبي سجراده واللي شاهدناه في المباراه الاولى هنا على ملعب السلام، ولما شفنا لاعبي سجراده شويه عندهم عنف يا خالد في تدخلات في الملعب، بحذر اللاعبين ان ما فيش لاعب يحتفظ بالكوره كتير بسبب عنف اللاعبين، ودايما اكد عليهم ان احنا عندنا 9 بونت طبعا ومتصدرين المجموعه، لكن الفوز مهم جدا لحسم الصعود المبكر والصعود للدور المقبل. يمكن ايضا عايز اسمن دور اداري الفريق طبعا الكابتن سعد عبدين في الامور الاداريه يا خالد، طبعا الامور الاداريه مهمه جدا للفريق، عايز اسمن دوره حقيقه. الراجل تعبان جدا مع الفريق ودايما بيطمن علينا، دايما بيطمن على البعثه الاعلاميه مش بس بعثه اللاعبين،
دايما بتكلم معانا اي حاجه ناقصاكوا ومحتاجين اي حاجه، فلازم ندي كل واحد حقه ونتكلم على كل واحد وكل فرد سواء في اعضاء مجلس الاداره او الجهاز الفني والاداري، كلنا بنكمل بعض هنا يا خالد. عايز اقول لك معسكر ناجح جدا، بقول الكلام ده يا خالد من واقع وجودنا من اول يوم لحتى اللحظه دي، معسكر ناجح جدا وفرض حاله كبيره من الالتزام بقياده سياده اللواء احمد سليمان، الاستاذ احمد خالد حسنين بقرر اساميهم، استاذ رامي نصوحي، عشان عايز اديهم حقهم لان شايف المجهودات الكبيره جدا اللي بيقوموا بيها ولحظه بلحظه مع الفريق سواء في الملعب سواء هنا في الفندق سواء بيطمنوا عليهم لغايه ما يوصلوا غرف النوم بتاعتهم في الفندق، ودايما معاهم جوه ومع الشيف في اجتماعات مستمره بيطمنوا على اكل اللعيبه وكل شيء تمام يا خالد. ومطمن جمهور الزمالك ان شاء الله في رسالتنا الصباحيه ان الفريق على اتم استعداد باذن الله للعوده بانتصار خالي وبنتيجه مرضيه لطموح وامال جمهور الزمالك الكبيره جدا والملايين من عشاق الزمالك في مصر والوطن العربي. يمكن دي كانت رسالتنا الصباحيه من هنا من مقر اقامه نادي الزمالك. يا خالد الان هطير اليك الى استوديو نهارك ابيض، ودائما يا خالد متالق ومشرق على شاشه قناه الزمالك زميل العزيز خالد غانم. بشكرك شكرا جزيلا على هذا التقرير الوافي زميلنا العزيز المتميز دائما مراد ابو جلال، وان شاء الله يا مراد كل ده النهارده يكلل مجهود نادي الزمالك بتحقيق نتيجه ايجابيه ان شاء الله تضمن للزمالك التاهل الرسمي في البطوله الكونفدراليه الافريقيه. يعني معنا خبر مهم، منذ قليل اعلن الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف القوائم المبدئيه للمنتخبات المشاركه في امم افريقيا، وبتضم القائمه المبدئيه لكل منتخب 55 لاعب بيتم تقليصهم الى 27 لاعب في القائمه النهائيه. وشهدت قائمه منتخبنا الوطني القائمه المبدئيه تواجد 6 لاعبين من نادي الزمالك، وهم محمود حمدي الونش ومحمد عواد ونبيل عماد دونجا واحمد سيد زيزو بجانب محمد صبحي واحمد فتوح، وايضا ضم روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عدد من الوجوه الجديده في القائمه المبدئيه. وجاءت القائمه التي تضم 55 لاعب كالاتي: في حراس المرمى محمد الشناوي واحمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد ابو جبل ومحمود جاد ومحمد بسام ومحمد عواد، خط الدفاع علي جبر، محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، احمد حجازي، محمد عبد المنعم ومحمود حمدي الونش ومحمد حمدي ظهير الايسر لبيراميدز، واحمد فتوح واكرم توفيق واسامه جلال واحمد سامي ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمود مرعي ومحمد شكري واحمد رمضان بيكم وكريم حافظ وحسين السيد وحسام عبد المجيد. خط الوسط هيكون فيه حمدي فتحي، امام عاشور، محمد النني، مصطفى فتحي ورمضان صبحي ومحمود حماده وحسين الشحات، عمر مرموش واحمد سيد زيزو ومروان عطيه ومهند لاشين وسام مرسي ونبيل عماد دونجا واحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي قفشه ومحمد ابراهيم وعبد الرحمن مجدي ومصطفى زيكو وعبد الله السعيد، محمد عبد السميع. وخط الهجوم محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، احمد حسن كوكا، محمود كهربا، مصطفى محمد، احمد ريان، محمد شريف، اسامه فيصل واحمد امين اوفا. وهتنطلق امم افريقيا 2023 في كوت ديفوار خلال الفتره من 13 يناير الى 11 فبراير المقبلين، ويقع منتخب مصر في المجموعه الثانيه رفقه منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق، ويستهل الفراعنه مشوارهم امام موزمبيق يوم 14 يناير ثم مواجهه المنتخب الغاني يوم 18 قبل ان يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهه كاب فيردي اللي هتكون ان شاء الله يوم 22 يناير من السنه الجديده. هيكون معانا المحلل الرياضي خالد الكيلاني عشان يتكلم معانا النهارده في وجهه نظره في مباراه نادي الزمالك ونادي سجرادة الانجولي بعد هذا الفاصل، خليكم معانا.
اهلا بحضراتكم مره تانية، ودلوقتي وصلنا الجزء الاخير من حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، ودلوقتي مشرفني ومنورني المحلل الرياضي المميز الاستاذ خالد الكيلاني. يا استاذ خالد نهارك ابيض وصباح الفل. صباح الفل يا حبيبي، منورنا طبعا في قناه نادي الزمالك. في البدايه النهارده اكيد المباراه الاهم والحدث الاهم لجماهير نادي الزمالك، مواجهه نادي الزمالك مع نادي سجرادر الانجولي. المباراه مهمه طبعا، انت بتتكلم خلاص الفوز يضمن الصعود. بالظبط، فوز او تعادل، بس خلينا نقول ان الزمالك هدفه دايما بالزبط. هو الفوز. خليك تتكلم في الفوز، الفوز خلاص يريحك وما تبقاش حاطط حسابات في دماغك خلاص. كل الفكره انت خلاص انت راجع من يعني مجموعه ماتشات كويسه، عامل مجموعه نتائج كويسه، تعثر اخير، فانت محتاج ترجع تاني للتراك. فالماتش ده مش هيبقى بس مجرد ان انت بتضمن الصعود للدور اللي جاي في الكونفدراليه، انت بترجع تاني للخط اللي انت كنت ماشي عليه، بترجع ترجع المعنويات لسلسله بالظبط لسلسله النتائج الايجابيه اللي انت كنت عاملها، خاصه ان انت قربت من فتره التوقف، فانت عايز تخلص وانت في افضل حاله عشان تبني على ده في فتره التوقف. بالظبط، ترجع تاني مع بعد نهايه كاس الامم، ترجع واقف على رجلك، ترجع عندك كل الدوافع انك تكمل في كل البطولات اللي انت بتنافسها. شايف النهارده ايه اللي هيبقى يعني ممكن يبقى الزمالك يواجه صعوبه في المباراه؟ الاجواء طبعا، انت بتلعب بره ملعبك، دايما الماتشات في افريقيا بتبقى مختلفه، توقيت الماتش بيبقى مختلف، الاجواء بتبقى مختلفه، الطقس بيبقى مختلف، كل الحاجات دي كلها عوامل بتفرق كتير جدا مع الفرق. هي دي الفكره اصلا، في فكره ان انت في ماتشات رايح جاي، فكره ان في ماتش على ارضك، وخاصه لما تلعب ماتش في افريقيا. طبعا ماتشات افريقيا على طول صعبه، الملاعب بتبقى صعبه والاجواء بتبقى صعبه، جمهورهم بيبقى مختلف وطريقته مختلفه. بالزبط. الفرقه نفسها على ملعبها بتلعب باسلوب غير اللي بتلعب بيه بره. يمكن الفرق بتاعتنا مثلا شويه، احنا يعني فرق المصريه وفرق زي الزمالك فرق كبيره بتبقى واخده على الاجواء دي، انت بتروح تلعب بره ملعبك زي ما بتلعب جوه ملعبك. الفرق الافريقيه غالبا ما بتعملش ده، الفرق الافريقيه غالبا بتبقى فرق متواضعه شويه، فعلى ملعبه بيبقى عنده جرأه اكتر، انت ممكن تشوفه هنا وتلعب معاه هنا. احنا شفنا بالظبط ده اللي كنت عايز اسالك عليه، ممكن النهارده فريق سجراده يبقى ليه شكل مختلف على المباراه اللي كانت هنا معانا؟ وارد جدا، يعني هقول لك على حاجه، سجراده هنا الرصيده كله في الماتش تسديدتين بس على المرمى. بالظبط، رصيده كله طول المباراه طول ال 90 دقيقه، نسبه الاستحواذ بتاعته كانت في منتهى الضعف، الميس باص عنده عالي جدا، يعني نسبه التمريرات الصحيحه حاجه و60% لا تتعدى 69%، فدي نسبه قليله جدا بالنسبه لفرقه بتلعب كره 90 دقيقه، نسبه قليله جدا خاصه طبعا. انت المفروض بتلعب قدام فرقه انت اللي بتلعب متحفظ، فانت بتحاول تحتفظ بالكره على اطول وقت، فلما يكون عندك نسبه ميس باص كبيره ده معناه ان انت عندك مشكله. كل الارقام اللي احنا بنتكلم عليها دي ممكن نشوف غيرها خالص في المباراه اللي هتتلعب هناك، ممكن تلاقي فرقه ثانيه خالص، ممكن تلاقي مفاجاه، ممكن تلاقي الفرقه عندها جرأه عايزه تكسب، خاصه ان هم كمان موقفهم في الترتيب حاططهم في خانه صعبه، يعني هم ما عندهمش اي، انت بتقول اهو الزمالك عنده فرصه للتعادل او المكسب، هم ما عندهمش اي فرصه ثانيه غير انهم هم كسبوا مباراه واحده بس، هم ما عندهمش اي فرصه ثانيه لو عايزين يحافظوا على حظوظهم، ما زالت قائمه، احنا على الورق هم لسه عندهم فرصه ان شاء الله ما يحافظوش النهارده يعني. ان شاء الله يبقى حافظوا بعد كده عادي، مش مشكله. طب من خلال رؤيتك او متابعتك للمباراه اللي كانت هنا اللي الزمالك كسبها 1-0، ايه هي نقط القوه والضعف اللي انت يعني خدت بالك منها قوي بالنسبه لفريق سجراده؟ بص، هو الزمالك المفروض دي يستغلها او يلعب عليها في مباراه النهارده. هو فريق سجراده عندهم بس المعدل البدني كويس والالتحامات القويه والكلام ده، بس هو المعدل البدني باستثناء كده هم قليلين جدا في الكوره، يعني زي ما قلت لك كده هم اللي عندهم ميس باص عالي جدا، لما بيضغط عليهم بيغلطوا بمنتهى السهوله، بيتوتروا مع اقل ضغط. ده يمكن في فرص كتير جدا جدا، الماتش بتاع اللي كان هنا في مصر كان يخلص برقم كويس، يعني 1-0 دي قليله جدا على المباراه، ولكن هم بيتكتلوا دفاعين كويس، دي يمكن نقطة القوة عندهم، معدلاتهم البدنية بتساعدهم، بيتكتلوا دفاعين كويس، بيرتدوا بسرعة علشان المعدلات البدنية اللي عندهم، وما بيغامروش كتير، فبيبقى سهل، اغلب المهاجم بتاعهم بيبقى في نص الملعب، فبيلحق الوينجات وبيلحق المهاجم انه يرجع. فانت الفرص اللي عندك انت محتاج تسدد من بره ال 18 كتير، محتاج تلعب كرات عرضيه كتير، هم عندهم مشكله كبيره. هو ده للزمالك المفروض النهارده محتاجه في المباراه. بالظبط، عندهم مشكله في الكرات العرضيه، العب كرات عرضيه كتير، سدد من بره ال 18 كتير، ما تستناش الكره تدخل لجوه ال 18 عشان تجيب هدف. استغل الكور الثابته كويس. والكور برضه خد بالك يا استاذ خالد لما تبقى على الارض، لو في تسديدات قويه على الارض، تسديده على الارض عشان الحارس زي ما انت شفت هنا طويل جدا بالظبط يعني. لكن خليني اقول لك ان هو في الاول في الاخر هو الحارس بتاعهم يمكن هو نقطه اكبر نقطه قوه عندهم، يعني حارس سجراده كان ليه دور كبير جدا جدا ان الماتش النتيجه تخلص كده هنا. بالظبط، لان هو فعلا حارس كويس جدا وعنده امكانيات كويسه، ولكن في الاول في الاخر هرجع اقول لك برضه انت الضغط وكتر الضغط على المرمى
وكتر الفرص والتجارب هتخليك تجيب الجول. وعندهم هم خلي بالك برضو في حاجة مهمة انت لازم تستفيد من الضربات الثابتة، لان هم بيغلطوا كتير. عندهم يعني المخالفات اللي ارتكبوها هنا حوالي كانت مش اقل من 15. بس انت عارف بقى في الماتشات اللي الاجواء بتبقى مختلفة فعلا، ده حقيقي. يعني يتغاضى عن حاجات، يحسب حاجات ما يحسبش حاجات، انت عارف، وكل ده احنا متعودين عليه يعني. ده حقيقي. لكن انت برضو بتلعب على انت بتحط كل اوراقك وبتحط كل افكارك وبتلعب على المتاح بعد كده. بالظبط. لكن ما نقدرش نقول ان هم عندهم اللعيب الموهبه او اللعيب المميز ان الفريق مثلا ده رمانه الميزان اللي بيحرك الفريق او وصله الفريق اللي بيربط خطوط الفريق مثلا من الدفاع للهجوم. انا قلت لك انت هم ما كانش فيه هنا يعني في الماتش اللي لعبوه هنا ما كانش فيه حاجه. لا استحواذ ولا هجمات ولا يعني ما فيش اي ملمح خطوره حصل. حتى الهجمات اللي كانوا بيطلعوا بيها ما بيحاولوش يعملوا زياده على دي. خد بالك، وده ساعات اللي بيسبب مشاكل الفرق الكبيره زي نادي الزمالك. ده انت ممكن تعطل قدامك قدامك بالظبط، ما تعرفش هيعمل ايه، ما تعرفش انت انا انت هترقصني كده هترقص غير ما يكون. لا بس هم ايه الفكره اللي انا بقول لك عليها، هم حتى ما بيحاولوش يعني. انت اللي انت بتتكلم عليه ده مظبوط، الفرق اللي بتلعب بشكل انت مش فاهمه بالظبط بيبقى صعب تسيطر عليهم. ولكن ده لما يكون هو مثلا في فرق شفنا ده كتير جدا في افريقيا بيلعبوا بطريقه اللعب الخماسي، كله بيدافع كله بيهاجم بالظبط، ده بيبقى خطير جدا لما تيجي يلعب عليك هجمه مرتده وتلاقي اربعه خمسه طالعين مره واحده، انت ما بتبقاش عارف هو ما هو ما عندوش خطه، هما بيلعبوا زي ما تيجي، فانت ده ممكن يعمل لك مشكله. لكن هما حتى في الهجمات المرتده ما فيش زياده عدديه، هو بيطلع لاعب على الوينج ولاعب يطلع له في نص الملعب ولاعب يطلع على الوينج الثاني والموضوع يقفل لحد كده، مفيش اي زياده. هو ما بيفكرش يجيب جول، هو كان هنا يعني في ماتش اللي لعبه هنا ما كانش بيفكر يجيب جول، هو كان عايز يخرج بتعادل. بالظبط، هو كان عايز يخرج بتعادل. عشان كده بقول لك النهارده انت ممكن تلاقي مفاجات لان انت ما شفتش منه حاجه هنا. بالظبط، انت ما شفتش هو ممكن يعمل ايه. بالظبط، وده برده خد بالك يمكن انت اكيد تابعت سفر البعثه، الرحله استغرقت حوالي 7-8 ساعات، ويمكن ده اللي كان شايفه وعارفه مجلس الاداره قبليه، عشان كده يعني وفروا طياره خاصه. مزبوط. عشان برده هتفرق كتير. بالزبط. طبعا هتفرق كتير، انت في ضغط مباريات، انت بتطلع من ماتش بتلعب سواء ماتش. رايح او جاي انت برضه، ما انت هترجع انت هترجع على مباريات. بالظبط بالظبط، انت بتخرج من ماتش بتلعب ماتش، فكان لازم طبعا يعني خطوه مهمه جدا جدا كانت لازم تتوفر للعيبه علشان يبقى عنده القدره ان هو يروح يواجه كده كده الاجواء هناك هتبقى صعبه. شايف كابتن معتمد النهارده ممكن يبتدي المباراه ازاي؟ هل يبتدي مباراه ضاغط من اول ثانيه ولا يبقى في توازن ما بين الدفاع والهجوم، ولا يلعب على الكونتر اتاك؟ مع ان انا مش مع اللعب على الكونتر اتاك مع فرقه زي دي. في بص هقول لك على حاجه، لو الفرقه نزلت على انها تلعب على الكونتر اتاك ولو ما جبناش جول نخرج متعادلين هيخسر. ما انا بالظبط، وانا بقول لك انا مش مع الفكره دي خالص. ده كده ده كده، اي فرقه بتلعب على التعادل بتخسر، انت لازم تلعب على الفوز. وبعدين ده نادي الزمالك، مش ده اللي هيلعب على التعادل يعني. بالظبط، لا هو لازم يلعب يبدا ضاغط، الهدف بدري هيغير الدنيا جدا. هيريح طبعا هيريحك ويفتح لك الماتش بشكل كبير. هيفتح الماتش، سيبك بقى من هيريح، هو هيفتح الماتش لان بالزبط. الفرقه قدامك، الفرقه اللي قدامك ما عندهاش حلول. التكتل ده بقى هيتفك بشكل كبير، هم اليوم على طول مندفعين. هو لازم يكسب. بالظبط، هو ما عندوش اي حلول ثانيه غير المكسب. بالزبط. فهو ممكن يلعب قدامك جيم متحفظ في الاول على امل انه يخطف منك جول اخر الماتش طول ما انت سايبه يعمل ده، لكن لو انت ضغطت عليه وسجلت عليه بدري هتجبره ان هو يفتح خطوطه بدري، هيبقى عندك فرص ان انت تجيب جوال اكتر وتخلص الماتش بدري. شايف اللعيبه النهارده خلاص هتنسى او خلاص قفلت صفحه مباراه النادي المصري ويركزوا بقى النهارده في التاهل بس؟ بص هقول لك على حاجه، مش هقول لك بقى في الفوز بس، لا في التاهل بس. كابتن معتمد الصراحه بيشتغل في الجانب ده بشكل كويس جدا من اول ما جه النادي، وهو عارف كويس ان اللعيبه دي عندها ازمه ثقه قبل ما يكون عندها اي حاجه تاني. يعني القصه مش قصه مشكله فنيه او خططيه او معدلات بدنيه، لا هي كانت المشكله مشكله ثقه ولعبه نفسيه من الاول. وكابتن معتمد اشتغل على ده كويس جدا جدا من اول يوم. ولو خدنا بالنا، بص اول حاجه اتعملت بعد ماتش المصري ايه؟ كابتن معتمد عمل جلسه مع محمد طارق مخصوص علشان يخرجه من حاله ان هو اللعيب ما يبقاش حاطط في نفسه ان هو السبب في الخساره او هو اللي تسبب في الهزيمه او هو اللي عمل ده. فلا هو كابتن معتمد اكيد اشتغل على ده كويس. انا متاكد ان اللعيبه هتكون قافله الملف ده تماما ومركزين على الماتش اللي بيلعبوه. خلاص ماتش المصري ماتش وخلص يعني. طب خلينا نروح معاك النهارده استاذ خالد لموضوع حلقتنا النهارده اللي كان بيتكلم عن رايك هو التشكيل الامثل لنادي الزمالك في مواجهه سجرادة الانجولي النهارده في الكونفدراليه الافريقيه. تعال ناخد رسائل جمهورنا، نبدا من عند خالد الصادق اللي بيقول طبعا متصبح عليك يا خالد، بيقول كل الدعم للعيبه والجهاز الفني لفريق الزمالك، ومن وجهه نظر التشكيل الامثل هو محمد عواد وسيد نيمار وحمزه المسلوسي ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي، عمرو السيسي واشرف رؤى ويوسف اوباما وشيكابالا وزيزو وسيف الدين الجزيري، وكل الدعم والتوفيق لنادينا العظيم وان شاء الله يرجعوا بالفوز ان شاء الله يا خالد. يوسف محمد بنصبح عليك يا يوسف، وبيقول
كل الدعم للعيبه والجهاز الفني كله، واتوقع التشكيله المثاليه هي عواد، عمر جابر، المسلوسي، عبد الشافي، وعبد الغني، ورؤى، ودونجا، اوباما، وزيزو، والجزيري، وشيكا، وان شاء الله الفوز لينا ان شاء الله باذن الله. يوسف احمد الخطيب بنصبح عليك يا احمد، بيقول التشكيل الامثل هو محمد عواد ومحمد عبد الشافي وعبد الغني والمسلوسي، عمر جابر، نبيل عماد، دونجا، واشرف رؤى، وشيكابالا، واوباما، وزيزو، وفي خط الهجوم الجزيري. وتحياتنا ليك يا احمد. محمد انور بيقول طريقه اللعب الامثل هي 4-3-3، التشكيل الامثل هو محمد عواد، المسلوسي، حسام عبد المجيد، عبد الغني، عبد الشافي، خط الوسط عمر جابر، دونجا، اوباما، والهجوم زيزو، وسيف الجزيري، وسيد نيمار، وبالتوفيق لنادي الزمالك. كرولوس ناصر صباح الخير عليك، وبيقول التشكيل الامثل هو عواد، وفي خط الدفاع عمر جابر، حمزه المسلوسي، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي، وخط وسط نادي الزمالك نبيل عماد، دونجا، وعمرو السيسي، ويوسف اوباما، وفي الهجوم شيكابالا، وزيزو، وناصر منسي، وبالتوفيق وكل الدعم النادي الزمالك. تحياتي ليك وتحياتنا ليك يا كرولوس. زي ما انت شفت كده يا استاذ خالد، يعني دي كانت اراء جمهورنا على السوشيال ميديا. وخليني بالمناسبه بقى اخد رايك كده النهارده في التشكيل الامثل من وجهه نظرك، خاصه الرباعي الدفاع النهارده اللي هيبقى موجود في تشكيل نادي الزمالك. بص احنا هنتفق مع اغلب اللي الناس قالته يعني، لكن بس في ناس قالت لك حسام عبد المجيد. كنت لسه هقول لك صعب قوي حسام يرجع في ماتش زي ده. يعني ما ينفعش لعيب يبقى بقاله فتره بعيد عن الملعب وانزله في ماتش زي ده، وماتش حاسم لحاجه كبيره، هيبقى مشكله ليه هو. يعني انت هتحطه هو تحت ضغط هو في غنى عنه، لسه فورمه الماتشات برضه بعيد عنها هو بقاله فتره. انت ما فيش داعي انك تحطه في ضغط وهو في غنى عنه، لان الضغط ده عايز اقول لك انت ممكن يخسرك اللاعب بقيه الموسم. بالظبط، يعني اللعيب ينزل يغلط غلطه هو خلاص هيخرج من الجيم، هيخرج من تركيزه، هيتخسره بقيه الموسم، وانت اللي حطيته تحت الضغط. انت شايف عبد الغني والمسلوسي؟ عبد الغني والمسلوسي طبعا، هم عاملين ثنائيه كويسه. عمر جابر وعبد الشافي طبعا طبعا، عمر جابر خلاص يعني هو افضل لو سليم بعد طبعا عارف خلاص الإصابة. ان شاء الله قالوا ان هو كويس باذن الله وجاهز يعني. ففي الحاله دي يبقى عمر جابر طبعا افضل حل. انت عايز توصل لافضل تشكيله دفاعيه، لان انت اهم حاجه في الماتش ده انك تنسجم كمان، عشان انت عارف خط الدفاع ده اهم حاجه، الانسجام في خط الدفاع حساس بالنسبه لاي فريق، اهم حاجه بالزبط. الانسجام قبل اي حاجه في خط الدفاع. وخط الوسط رؤى ودونجا طبعا، رؤى ودونجا عاملين برده ثنائيه كويسه. في ناس برده تقول عمرو السيسي في اللي عنده مجهود كبير، هو عنده مجهود بدني كويس، التحامات برده مع اللعيبه دي عنده مجهود بدني كويس وعنده التحامات كويسه، ولكن برده رؤى ودونجا برده زي ما هنرجع لنقطه الانسجام. بص المنطقه الثلث الاخير في الملعب ده اهم حاجه فيه الانسجام، دي قبل اي حاجه. صحيح. الاثنين اللي واقفين في نص الملعب دول هم اثنين دول يعتبروا خط دفاع، يعني الاثنين دول يعتبروا خط دفاع لوحدهم. لو ما فيش بينهم انسجام هتلاقي، يعني انا هقول لك على حاجه، مثلا في ماتش المصري اللي فات شويه شفنا في لخبطه بين عمرو السيسي في اخر الماتش خالص، كان في شويه مثلا كوره يقف في النص مستني زميله هيخش عليها، لا انا اللي هدخل عليها. في عارف لما بيبقاش في انسجام بتقعد بقى اللي هي بنلاقي اللقطه بتاعت بيتعزموا على الكوره. بالظبط، اللقطه بتاعت يتعزموا على الكوره دي في نص الملعب خطيره جدا. بالظبط، في الثلث الاخير خطيره جدا. بالزبط. فما ينفعش ده يبقى موجود. بالظبط، فطالما في عندك اثنين منسجمين وجاهزين، طالما عندك اثنين منسجمين وجاهزين يبقى هم اللي موجودين. طبعا هكمل معاك التشكيل، لكن خلينا نروح معاك نشوف جمهور نادي الزمالك قال ايه عن توقعات المباراة النهارده، ونرجع مره ثانيه نروح نشوف ولسه مكملين معاكم في نهارك ابيض. باذن الله 2-0 الزمالك، هيجيب لي جوان باذن الله زيزو والجزيري. الماتش باذن الله يمشي سهل، ان هو بره ارضنا، بس هيبقى ماتش مش يعني باذن الله يمشي كويس على لعيبه الزمالك، ان هو ماتش بره ارضنا مش هنا. ان شاء الله الماتش هيبقى صعب شويه، بس ان شاء الله يخلص 1-0 1-0 او 2-0 بالكثير. كان في القاهره بقى بالظبط، هيبقى هو اكيد سجاره ده برده عايزه تعمل حاجه في الماتش نفسه، فعلى ما اظن هيبقى ماتش صعب شويه، بس هيبقى 1-0. لو زيزو سليم طبعا زيزو اللي هيجيب الجون، وهيبقى او هيجي من كورنر، يعني هيبقى كره ثابته كورنر هيترفع ان شاء الله، واي حد بقى يخش يودي على طول في الجون ان شاء الله. اتوقع ممكن زيزو او اوباما في الراسيات بيبقى مميز قوي، فهتبقى كرة عرضية مثلا، واوباما ان شاء الله يجيب الهدف الاول والزمالك يكسب باذن الله. ان شاء الله 2-0 للزمالك، اللي هيجيب الاجوان ان شاء الله زيزو كالعاده، وشيكابالا ان شاء الله. ان شاء الله 2-1 زيزو يجيب جون ان شاء الله، و ممكن شيكابالا ان شاء الله. بتوقع 2-1 زيزو وشيكابالا. الزمالك هيكسب باذن الله، وتوقعات ان اللي هيجيبوا الاجوان زيزو وشيكابالا.
ده كانت اراء جمهورنا النهارده وتوقعات المباراه. اكيد يا استاذ خالد بنتمنى اكيد النهارده كل التوفيق لنادي الزمالك. طب خلينا اكمل معاك بقى التشكيل. انت قلت نبيل عماد دونجا واشرف قدامهم بقى شايف اوباما. اوباما طبعا اوباما عامل شغل كويس جدا وهو يعني انت بص خبره كمان فتره كبيره من الفترات نادي الزمالك كان مفتقد حته صانع الالعاب دي. يعني لو تفتكر كان على طول بيبقى فيها شيكابالا بيبقى فيها زيزو بتقعد تشغلها باي لاعب بتخسره في مكان تاني. فوجود اوباما هيفرق كتير طبعا مهم جدا ومهم الكابتن معتمد على الخط لانه بيوجد له حلول اخرى في وسط الماتش. انا ممكن في وقت من الاوقات احتاج اسحب المهاجم واعوض بلعيب نص ملعب خلاص بقى عندي اوباما من غير ما احتاج مش محتاج تبديل تاني. خلاص انا انزل على طول لعيب نص الملعب واطلع اوباما قدام بدل ما ابدا اسحب اوباما وانزل لعيب نص ملعب وابدا اسحب الجزيري وانزل فيرو التاني او كده. يعني خلاص انت بيوجد لك حلول اصلا جوه الملعب. طب في حاله يعني لو عمر جابر اشتكى انت عارف ممكن اللعيبه ما بقى لعيب انا عندي اصابه وبتعالج وممكن ممكن انت عارف الكره صح صح. يشتكي في الاحماء يشتكي قبل المباراه. فشايف الانسب سيد نيمار ولا حمدي المسوسي يرجع في مكانه ويلعب مثلا لا حسام صعب جدا لا حسام يشترك في الماتش ده ما ينفعش تيجي لو هو مضطر. يعني انا بكلمك اللي هو لو حاجه لا لا ما انت عندك حلول تانية يعني مش محتاج تدفع بحسام عبد المجيد مش محتاج تودي حمزه على اليمين. انت عندك حلين عندك محمد طارق وعندك سيد نيمار. فهي دي هترجع بقى لمين فيهم اللي جاهز. يعني لو محمد طارق جاهز انا شايف ياخد في الماتش ده علشان حتى يعوض بالظبط ما يتهزش من الماتش. المثلث الهجومي بقى المثلث الهجومي طبعا شيكابالا يبدأ طبعا 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 شيكا وزيزو والجزيري والجزيري ولا ناصر أو ناصر أو ناصر. والله انا شايف ممكن بالنسبه لك انت الاثنين واحد ناصر ممكن ياخد في الماتش ده يعني وهيخبط ويضرب بعد كده الجزيري ينزل بسرعاته مثلا بقى. مثلا صح كده بالظبط بالظبط لان هما بنسبه كبيره برضو انت مش هتاخد الجزيري مش هياخد حريته في الماتش ده مش هيبقى بيلعب براحته. يعني الجزيري عايز مساحات عايز ياخد فرصته وياخد انطلاقات ويعمل الكلام ده ممكن ما يلاقيهوش الماتش ده بالظبط. ناصر بيعرف يخبط ويضرب ويستلم ويلف ويشوط في مساحه ضيقه وبيقاتل على كل كره وهجام بلغه الكره ممكن ناصر ياخد الماتش ده بالظبط. طيب انت المدرب خلينا نشوف جمهور نادي الزمالك قال ايه ونرجع مره ثانيه. وليه توليفه هجوميه الزمالك يلعب بيها بكره مع سجراده في انجولا بس ممكن نضيع على الشمال وشيكابالا على اليمين ونيمار وسيف في النص بس وزيزو معاه برضه زيزو وشيكابالا سيف الجزيري في النص ممكن نقول زيزو على اليمين وشيكابالا على الشمال وفي الهجوم نضاي وسيف في النص ممكن نبتدي بيوسف اوباما وابراهيم نضاي وسيف الجزيري وشيكابالا ينزل في الشوط الثاني كده في الدقيقه 60 شيكابالا واحمد سيد زيزو ونضالي وسيف الدين الجزيري. والله بصي طالما شيكا في الملعب انا مطمن. طب جنبه بقى لف لي بقى جنبه بقى هو جنبه زيزو وتحتيهم اوباما وفوقهم سيف الدين الجزيري خلصانه اعتقد. وانا شايف الصراحه زيزو وشيكابالا وكمان هيبقى معاهم ناصر منسي عشان الجزيري بعيد عن مستواه خالص الفتره دي. عايز اكمل معاك واسالك برضو عبد الله جمعه يمكن موجود مع بعثه نادي الزمالك وفي قائمه نادي الزمالك شايف برضو النهارده ممكن يعني كابتن معتمد يعتمد عليه في بعض من اجزاء المباراه ممكن حسب سير الماتش. يعني انت لو الدنيا خلاص تمام والماتش ماشي كويس ممكن تسحب كابتن عبد الشافي وتنزل عبد الله جمعه ياخد شويه من الماتش ياخد حساسيه المباريات في نفس الوقت تحافظ على كابتن عبد الشافي للفتره اللي جايه والمباريات اللي جايه. لكن صعب ان هو ياخد وقت كبير يعني يعني مش عايز اقول ان هو ممكن ما يبقاش حل يعني مش هيبقى ورقه انت محتاجها كحل في الماتش. يعني انت شايف من وجهه نظرك ان انت على حسب سير اللقاء حسب سير اللقاء طبعا. يعني هو مش هيبقى ورقه رابحه لان هو برده بعيد عن الماتش ده بعيد عن الماتش بالظبط ولا بدنيه ولا فنيه. بص سيبك من البدنيه انت اللعيب لما بيرجع من فتره بعيده عن الملعب ممكن جدا يبقى جاهز بدنيا 100% واكيد مش هينزل الملعب الا هو جاهز بدنيا 100% لكن اللعيب بيبقى ذهنه والجاهزيه الذهنيه نفسها أيوة صح. انت لازم اللعيب ده لما بينزل الماتش بيبقى متخيل لو الكره حصل فيها كذا هعمل ايه لو بقيت في الموقف الفلاني ده هعمل ايه. الكلام ده ما بيبقاش موجود بقى عند اللاعب. هي دي حساسيه المباريات اللي بنتكلم عليها انه يبقى عنده ذهنه حاضر ياخد قرار صح في الوقت المناسب. طب لو هتقيم كابتن معتمد جمال خلال المباريات الاخيره من اول توليد مباراه بيراميدز وحتى يعني خليني اقول لك اخر مباراه مباراه المصري خلي الارقام هي اللي تقيم. احنا بنتكلم في ست مباريات من اول مباراه بيراميدز لحد مباراه المصري كابتن معتمد كسبان 5 مباريات مش متعادل ومش خسران كسبان 5 مباريات خسر مباراه وحيده وزي ما يعني زي ما كلنا شفنا هو المباراه خسرها بغلطه
يعني هو حظ الزمالك ما كانش فيه توفيق. الزمالك ما كانش موفق خالص بالزبط. على المستوى الهجومي عرضتين والدنيا مش ماشيه بالظبط. وعلى المستوى الدفاعي هو كان عامل جيم كويس، ولكن هي غلطه عادي يعني، غلطه بتحصل مع كل اللعيبه وغلطه فرديه. لكن في نفس الوقت خد بالك برضه في لعيبه يعني تألقوا بشكل كبير. ايوه بالظبط، انا بقول لك هو كان مباراه كويس، رجع عندك تاني. كانت مباراه كويسه جدا بالزبط. كانت مباراه كويسه برضه، حتى المباراه اللي الزمالك خسرها ادى فيها بشكل كويس يعني، ما كانش الزمالك بشكل وحش ولا حاجه. فلا النتائج والاداء، لما تكسب 5 مباريات ان رو كده انت عملت شغل كويس جدا بفرقه كانت جايه بتخسر ماتش وتتعادل ماتش وتكسب ماتش. فطبعا لا طبعا يعني بالزبط. الارقام هي اللي بتقيم كابتن معتمد. طب كلمه اخيره منك بقى للاعيبه نادي الزمالك النهارده في المباراه. هو كل المطلوب ان كل اللعيب يركز في الملعب، دي اهم حاجه. ده اللي انا بقوله دايما، اللعيب مش محتاج يركز في اي حاجه تاني غير الملعب، يدي كل اللي عنده في الملعب، يقدم كل المطلوب منه. زي ما يعني هتلاقي في الاخر حتى لو النتيجه ما طلعتش زي ما الناس عايزه، هتلاقي الناس بتتكلم زي ما احنا كنا لسه بنقول دلوقتي كده، انت خسرت ماتش المصري ولكن انت اديت بشكل كويس. هو ده المطلوب بالزبط. مش مطلوب اكتر من كده، اعمل اللي عليك والتوفيق بقى ان شاء الله باذن الله. يا استاذ خالد انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني. ربنا يخليك، وان شاء الله يتجدد اللقاء معاك في الاوقات الجايه باذن الله. شكرا اشكرك. يعني مشاهدينا خلصنا كلامنا النهارده، واكيد بنتمنى النهارده كل التوفيق لفريق نادي الزمالك، ويحسم بطاقة التأهل بشكل رسمي في البطولة الكونفدرالية، ويكون يوم سعيد على كل زملكاوي في كل مكان. وبكده خلصت حلقتنا، وإن شاء الله أشوفكم على 1,000,000,000 خير.